بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيه تهنيه الى فخامه الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهوريه الصين الشعبيه الصديقه بمناسبه افتتاح دوره الالعاب الاولمبيه الشتويه الرابعه والعشرين في بكين وعرب جلاله الملك المفدى في البرقيه عن خالص التهاني والتمنيات بان تشهد هذه الدوره الرياضيه العالميه النجاح المامول والمتوقع وتحقيق تطلعات شعوب العالم في التنافس الرياضي الشريف الذي يجمع الشعوب ويرسخ قيم المحبه والاخاء بينهم متمنيا جلالته لفخامه الرئيس الصيني دوام الصحه والعافيه ولجمهوريه الصين الشعبيه الصديقه بمزيد من التقدم والازدهار